فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تحسين الصوت بدعاء قنوت الوتر دون تكلف وتمطيط، حيث حصل تشويش عند بعض الطلبة بأن هذا بدعة وأنه لم يرد؟ هناك ناس يتلمسون الزلات ويخطئون الناس، ودهم بس يخطون الناس، هذه أمور يتسامح فيها ويتساهل فيها، ما يحتاج إلى الإنكار وإلى العداوات. وإلى فيه ناس مهمتهم تلمس الأخطاء اللي يتوهمون أنها أخطاء. يا إخوان اتركوا هذه الأمور، ما لم تروا منكرا، ما لم تروا بدعة، اتركوا هذه الأمور السهلة. الصوت الحمد لله، خلوا الصوت على ما هو عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.